مرحبا، معكم محمد خلف. في فيديو الماضي عن اللوج ان تعلمنا كيف نعمل لوج ان عن طريق ادخال يوزر نيم باسورد وكيف نربطهم عن طريق الاندكس مع الكلاود دي بي. بس كان في مشكلة راح تواجهكم، انه اذا كان في اكثر من يوزر من باسورد نفس الباسورد راح ياخذ اول اندكس. فعشان نتفادى هاي المشكلة بدنا نعمل التالي. يعني احنا بالنسبة لنا هنا اخذنا الاندكس للباسورد، فلو كانوا تو يوزر نفس الباسورد راح ياخذ اول واحد الاندكس لإله ويعطينا الاندكس، فلما نيجي بدنا نقارن راح يطلع خطأ. فبدنا نعمل كالتالي. سوري، بدنا نعرف variables نسميه باس، نعطيه قيمة مبدئية 0. بعد هيك نخلي كالتالي، لما نيجي عند جملة اليوزر نيم، إذا كان في عندي موجود في الليست اسحب لي الليست هاي، بعد هيك جيب لي الاندكس لليوزر نيم عن طريق هاي الجملة اللي هي index in list things. إذا ما كان موجود خلي لي global name يكون اللي هو لليوزر نيم يكون 0.1، أي قيمة ثانية غير مفهوم، يعني ما إلها قيمة صحيحة، يعني قيمة عشرية تكون. في الجملة الثانية في جملة الباسورد راح يكون إذا اليوزر نيم هذا مش موجود أو قيمته لا تساوي 0، يعني هو موجود اليوزر نيم الاندكس إله والتاج للباسورد موجود، بعدين انزل لي على هاي الجملة، اعمل لي select الايتم من الفاليو وحط لي الاندكس من الجلوبال يوزر نيم اللي هو نفس الاندكس، يعني الاندكس لاول قيمة. مثلا فلنفرض انه عندي في الداتابيس تو يوزر نيم، اول واحد هو اللي انا دخلته اليوزر نيم، اسحب لي الاندكس له واحد واعطيني القيمة لهذا الواحد، اسحب لي الفاليو او الايتم وضعها في الجلوبال باس. بعد هيك شوف لي اذا هذا الجلوبال باس بيساوي الباسورد اللي دخلناه، ساوي لي قيمة الجلوبال باسورد مع الجلوبال يوزر نيم. بعد هيك تأكد لي إذا إنه الجلوبال يوزر نيم تساوي الجلوبال باسورد الاندكس، يعني يساوي بعض، نقول لي إياه على الصفحة اللي بعديها. وبعد هيك أعطيه initial أو start value تساوي اللي هو الاندكس لليوزر نيم. نعيد باختصار، أول إشي راح تشوف إذا التاج بيساوي الباسورد، إذا في موجود الباسورد تاج موجود في الكلاود دي بي معناته، وكمان الجلوبال يوزر نيم لا يساوي القيمة هاي، يعني إله قيمة في إندكس إله، معناته شو بدنا نعمل؟ بدنا نشوف الأيتم في الجيت فاليو اللي هي الأيتم في التاج الباسورد ونعطيه اندكس اللي هو الجلوبال يوزر نيم. يعني لو الاندكس واحد لليوزر، مثلا خلينا نحكي جون الاندكس له واحد، اسحب لي الباسورد في الاندكس واحد واعطيني اياه، اعمل لي اياه سيت في قيمه الباس. بعد هيك شوف لي هل الباسورد اللي انا دخلته يساوي الباس اللي هو سحبناه من الاندكس اللي هو للباسورد واحد. اذا ساوي لي هدول القيمتين، الاندكس لليوزر نيم مع الاندكس للباسورد. بعد هيك كمل الجملة عادي، اذا ما زبط معناته لون لي اياه احمر الليبل. بدنا نعمل تيست، شغل الميوليتر. الآن نجرب ندخل جون 1 مثلا لوجين، راح يطلع لنا أحمر. لو ندخل جون
ومن 1 لـ 5 راح يكون لوجين، راح نقول لي صفحة اللوجين. لو نيجي على الريدس انسايت هاي اليوزر نيم باسورد، راح نشوف انه في باسورد من 1 لـ 5 ومن 1 لـ 5 ومن 1 لـ 5، واليوزر نيم اللي هو جون، واعطانا الاندكس اللي اعطانا اياه هو عبارة عن الاندكس لليوزر نيم والباسورد اللي هو اخر واحد رقمه هنا ممكن يكون 12. اتخيل اذا عندكم اي استفسار عن الكلاود دي بي او عن اللوجين او عن اي اشي ممكن تكتبوا في الكومنتس. بالنسبة للكلاود دي بي واللوجينز هو شوي ممكن يطلب منكم مجهود اكبر وممارسة اكثر عن الشغلات الثانية في الكلاود دي بي او بالاب انفنتور بشكل عام، لانه ما في عليه كثير ماتيريال وكثير دوكيومنتيشن. إذا بدكم تشوفوا فيديوهات زي هيك ممكن تعمل لايك وسبسكرايب. نشوفكم بالفيديو القادم.